اهلا بكم من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين. احنا على ابواب فصل الشتاء، شهر بيكون نكون دخلنا بشكل جيد في فصل الشتاء، ولو انه مبلش مبكرا، يعني في سمات لفصل الشتاء مبكره. ان شاء الله ربنا بيجيب دائما الخير، ويكون دائما في مواسم خير في بلدنا. التحضيرات لفصل الشتاء بتكون على كافه المستويات، ابتداء من الاسره والمؤسسات الرسميه والكل. امانه عمان عليها مسؤوليه كثير كبيره في ان تحضر الطرق تحديدا لاستقبال فصل الشتاء، وسنتحدث في هذه الفقرة عن التحضيرات الجارية حاليا في أمانة عمان لاستقبال هذا الفصل الخير. يسرنا أن يكون معنا المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى، المهندس أحمد خليسات. صباح الخير. صباح الخير. عام وأنتم بألف خير. صباح الخير أختي صباح. صباح الخير إليك ولكل المشاهدين، وإن شاء الله موسم خير وينعاد علينا عيد الأضحى جميعا وإحنا وبلدنا وقائدنا بخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الله يعطيكم ألف عافية. في أمانة عمان يعني تتجه الأنظار دائما لأمانة عمان، إنه لأنه يعني كلنا بجوز بنحس إنه في بعض المشاكل في الشتوية الماضي، مثلا حسينا إنه في بعض المشاكل صارت، كثير ناس شكت من بعض الخلل في الطرق، في الأشجار اللي تساقطت، الكوابل اللي تساقطت وغيرها من التفاصيل. هلا أنتم عم تعملوا خطة طوارئ، خلينا نقول في هذه المديرية لتلافي هذه الأخطاء في المستقبل، أو خلينا للتحضير لفصل الشتاء آمن ومريح. خلينا بالأول نعرف بمديرية مديريتكم او يعني مهام مديريه الطرق في امانه عمان. صباح الخير مره ثانيه. والصحيح بالنسبه لمديريه الطرق هي مديريه من احد مديريات امانه عمان التي تتبع لقطاع الاشغال، في عندنا قطاع اسمه قطاع الاشغال. في اربع مديريات، من ضمن هذه المديريات هي مديريه الطرق. مديريه الطرق حقيقه فيها اربع دوائر. أربع دوائر يعني أنا حاب أسمي الدوائر من خلال الدوائر نفسها نعرف شو مهام المديرية. في عندنا الدائرة الأولى واللي هي دائرة التنفيذ. دائرة التنفيذ والمهمة الرئيسية لدائرة التنفيذ واللي هي شق الشوارع، فتح الشوارع من لأول مرة، ومن ثم تأسيسها بالطبقات التأسيسية المختلفة واللي هي طبقة البيس والصبيس، يعني طبقة الأساس وما تحت الأساس. وبعدين في عندها شغلة الأعمال التكميلية. الأعمال التكميلية مثلا إذا الشارع بده عبارة صغيرة على مستوى قطعة شارع، بده انشاء مناهل، بده جدران خفيفه من الجابيونز او من الاوكري. هاي الاعمال بتقوم بها دائره التنفيذ، بتسلمها لدائره ثانيه بعدين واللي هي بعد ما تنهي الاعمال هاي دائره صيانه الطرق. دائره صيانه الطرق هي دائره طبعا من الدوائر الكبيره بامانه عمان، فيها كادر كبير من العمال والموظفين والمهندسين. فيها عدة أقسام. الدائرة مهمتها الأساسية هي تعبيد الشوارع. يعني بعد ما تخلص دائرة التنفيذ زي ما قلنا تأسيس الشارع، فتح الشارع وتأسيسه، تستلم دائرة صيانة الطرق. هاي الدائرة هي اللي بتقوم بتعبيد الشارع، ومن ثم ما بعد التعبيد أعمال صيانة الشارع، يعني التعبيد وصيانته، إدامة الشارع يعني بصير بتستلم دائرة صيانة الطرق الشارع ما بعد ذلك. طبعا في عندنا دائرة صيانة الطرق خلاطات مركزية، واللي هي هاي الخلاطات في عندنا خلاطتين. الخلاطات هي اللي بتنتج الخلطة الأسفلتية اللي بنعبد فيها الشوارع وبنعمل الصيانة الوقائية من خلال 30 ورشة موجودات موزعة على مناطق أمانة عمان الكبرى المختلفة. طبعا كمان فيها قسم إنتاج حصمة البيس كورس أو الحصمة المفروزة. كمان نفس الشيء في عندنا كسارة للأمانة، في كسارة موجودة بمنطقة وادي القطار، وكسارة اسمها كسارة المشاريع حاليا موجودة بمشروع رئيسي عندنا واللي هو مشروع كوريدور عبدون واللي هو امتداد شارع الأمير الحسين بن عبد الله. الدائرة الثالثة دائرة الإنشاءات. هاي دائرة الإنشاءات مهمة رئيسية لها إنشاء العبارات الصندوقية وبعض العبارات اللي من خلال العطاءات. بتنشئ الأرصفة وصيانة الأرصفة دائرة الإنشاءات، بتنشئ الأدراج وصيانة الأدراج، جسور المشاة جسور المشاة الموجودة مهام دائرة الإنشاءات. الدائرة الرابعة والأخيرة اللي هي دائرة التنسيق.
هذا التنسيق مهمتها هي التنسيق مع مؤسسات الخدمات المختلفة، تمام، مع سلطة المياه، مع طبعا التنسيق مو بس لمستوى المديرية، تنسيق على مستوى أمانة عمان مع سلطة المياه، مع شركة الكهرباء، مع الاتصالات، مع كافة مؤسسات الخدمات يعني. وكمان هي اللي بتصدر التصاريح، يعني أي تصريح بصدر لحفر شارع داخل حدود أمانة عمان يصدر من خلال دائرة التنسيق، من خلال هذه الدائرة، من خلال هذه الدائرة طبعا، ونقل الخدمات المختلفة يعني. طيب احنا خلال مشاريعنا بتلاقينا خدمات. انا عارف انه تفاصيل الدوائر كثيرة والمهام اللي يعني في هذه الدائرة تحديدا، يعني دائرة الطرق في أمانة عمان كثيرة ومهامها متشعبة. ذكرت قبل ما ندخل بطوارئ فصل الشتاء، ذكرت موضوع الأرصفة. العاصمة عمان توصف بانه أرصفتها بحاجة اكثر الى يعني الى عناية اكثر، حتى المشاة بحسوا انه ما فيش مكان نمشي عليه، يعني كل المساحة رايحة للشوارع للسيارات، والأرصفة تكاد تكون معدومة حتى في بعض المناطق. هذا الاهتمام الخاص بالأرصفة وين أنتم يعني، وين أنتم منه؟ شو خطتكم لزيادة مساحة الأرصفة ويعني صيانتها بما يليق بالمشاة، بالناس اللي عم تمشي؟ يعني صحيح بالنسبة لموضوع الأرصفة، جزء قبل فترة رفعنا شعار عمان صديق، مدينة صديقة للمشاة. يا ريت. يعني احنا بدنا يعني صحيح بتفكيرنا انه لازم يكون في مشكلة عمان اختي سمر، انه عمان القديمة خلينا نحكي تأسست بشوارع تنظيمية ذات سعة قليلة جدا، يعني بين 10 و 12 و 14 متر سعة الشارع، بالتالي بس يكون الشارع سعة 12 متر بدهم وسعوا، بالتالي بدك يعني بده يكون مسلبين بحاجة ل 8 متر على أقل تقدير مشان السيارة رايحة والسيارة جاية، وناهيك عن شغلة الوقوف على جنب الشارع. فبالتالي بنضطر أحيانا نخفف من الأرصفة حتى نأمن مسار للسيارة، يعني بتصير توسعة الشوارع على حساب مساحة الأرصفة. وبنفس الوقت يعني احنا بنعطي عناية للأرصفة، يعني وين في مجال انه نعطي مجال. وانا معك يعني المشاهب عمان مظلومين حقيقة، لانه ما يعني بالفعل ما في مكان يمشي فيه. تمشي يعني لما يعني حتى الناس بيقول لك رياضة المشي ونصير نمشي اكثر، ما في مكان في العاصمة عمان، حتى لو كان في رصيف لائق بيكون في مليء بالاشجار، يعني حتى ما في انسيابية بالمشي. بلشنا في نظام جديد طلع اسمه نظام الأرصفة، يعني هذا حاولنا قدر الامكان انه نعطي مجال للمشاه، يعني حتى على مستوى الشجر زي ما تفضلتي، يعني الرصيف اللي عرضه متر ونص او متر 70 سم ما راح يكون فيه شجر، لانه تحط شجره بنص الرصيف معناته بده يضطر المواطن ينزل على او المشاه ينزل على الشارع. هاي معضله اخرى. النظام الجديد ان شاء الله بس يطبق راح يكون، بديش اقول لك انه والله راح نقعد نطارد بالأرصفة، لا يعني راح بشكل عام نعطي مجال للمشاه انه يقدروا يمروا على الأرصفة. يعني احنا بجوز قبل فتره اذا بتذكر اخواننا المشاهدين بلشنا نشيل اشجار الزيتون، يعني في كانت معارضة كبيرة وكان في ناس يحكي أنا مع إزالة أشجار الزيتون، مع إزالة أي شجرة. كان عندنا حتى طبيب بالأمراض التنفسية، يعني استشاري كبير في الخدمات الطبية الملكية، كان حتى عم بيحكي عن شجر الزيتون والمشاكل التنفسية اللي بتصيب الناس. يعني يعني شجرة الزيتون شجرة مباركة وجميلة، ولكن مكانها مش بالرصيف، مكانها مش على الرصيف، مكانها في بساتين الزيتون. طيب بالعودة لفصل الشتاء والتحضيرات لفصل الشتاء، الآن مسؤولية كبيرة فصل الشتاء، وإحنا كلنا أمل بأمانة عمان إنه الأخطاء أو المشاكل اللي صارت بالشتوية الماضية ما ترجع تتكرر إن شاء الله. على مستوى شو عم تشتغلوا الآن؟ يعني شو هي أهم الأشياء اللي أولوياتكم الآن في خطة الطوارئ اللي عم تشتغلوها لفصل يعني الشتاء؟ ستي احنا بالنسبة للتحضير لفصل الشتاء، احنا ترى من انتهت الشتوية الماضية بلشنا نحضر للشتوية اللي بعديها، تمام. طلعت عندنا كثير ملاحظات، ما بقول لك إنه والله ما طلعش ملاحظات، لا طلع وعالجنا كثير منها. يعني احنا صحيح ركزنا على موضوع بعض السيولة الرئيسية، طلع عمان اذا انه يعني بصيرش انه بين السابع والثامن او منطقة شارع المدينة المنورة لحد الان في سيول مكشوفة، يعني احنا هاي السيول لازم ننهيها. السنة اشتغلنا صاي كميات كويسة جدا بسقف هاي السيول، يعني اذا متذكرين قبل سنتين ثلاثة توفوا عائلة أخذهم السيل بسيل حنوطية بنسميه اللي هو بين السابع والثامن، وبالتالي احنا يعني كان عندنا اتجاهين،
الاتجاه الاول واللي هو سقف السيول، سقف السيول الموجوده داخل عمان بين المناطق السكنيه. واختي صمد هاي مكلفه جدا، يعني نكون واضحين، المتر الطولي تكلفته فوق ال1000 دينار. وبالتالي انت بس تحكي مثلا من جسر الجامعه، من جسر الجامعه حتى توصلي وسط عمان، السيل هذا بنسميه اول شيء بس للسيل شارع المدينه المنوره، بعدين سيل حنوطيا، ترى هاي اعمال تحت الارض ما حداش شايفها من الناس، ما حداش بيعرف انه قاعد بتنحط ملايين الدنانير الصحيحة، ما حدا شايف هاي ملايين. نعم. يعني السنة منطقة بين السابع والثامن، منطقة وادي الطيب خريبة السوق، نحط فيهن فوق الست ملايين دينار. هذولا بس سقف عبارات وترى مناطق ما حدا شايفها، ما حداش بيعرف انه الامانه قاعد تسقف. يعني هاي مهمه جدا، ما بصير انا اخلي هاي موضوع. يعني الاولويات، يعني دفع النقود على الاولويات وارواح الناس مش خساره. أكيد ابدا أكيد أكيد. لكن انا بحابه احكي عن الانفاق اللي كانت كمان. نعم. تملا بالمياه فصل الشتاء. يعني بجوز قبل سنتين صار عندنا مشكله بنفق الواحه وصارت قصه كبيره بالأردن. والناس يعني الشتوية الماضية الحمد لله عالجناه، يعني الصحيح لقينا في أخطاء، ما بنكر عليك لقينا في أخطاء، في بعض العبارات كانت مقلوبات بالعكس، في بعض العبارات مسكرة، في بعض الكذا، عملنا صيانة للخط كامل، وبالتالي السنة الماضية الحمد لله ما صار عندنا مشكلة. عندنا مشكلة مثلا السنة الماضية طلعت بنفق أبو هريرة، هذا اللي هو على شارع القدس. أيوة. اللي عند مخابز قبلان بالمنطقة هاي صار في إغلاق، يعني وانت جاي على التلفزيون قبل شوي على يدك اليمين صار في إغلاق، شيكنا عليه كامل. تمام. لقينا بعض المشاكل، يجوز بدناش ندخل بالتفاصيل، حليناها ان شاء الله ما راح يصير. نفق سكافي بشارع اليرموك كانت في مشكله، نفق المناره كانت في مشكله، عملنا على حلهن. انا متاملين انه ان شاء الله ما تنعاد المشاكل فيهن. وكثير من المشاكل يعني كانت تجينا. انا سمعت وهذا شيء جميل انه انتم ركبتوا كاميرات داخل. نعم. الانفاق حتى تراقب منسوب المياه داخل الانفاق. نعم. تضلوا انتم على اطلاع في غرف العمليات على منسوب المياه. هاي تركبت الكاميرات من يعني الان ولا لسه؟ انطرح عطاهن او جهز عطاهن للطرح، يعني خلال شهر الى شهر ونص، يعني ان شاء الله قبل يجي الموسم المطري، ونتامل اليوم قبل بكره يجي الموسم المطري ان شاء الله. راح تكون جاهزه هاي الكاميرات، الهدف الرئيسي في مربوطه بغرفه التحكم بالعمليات المركزيه واللي هي بتلال علي. يعني مجرد ما ارتفع منسوب الميه على طول بيعطينا. طيب. اشاره بغرفه التحكم. طيب. انه ارتفع منسوب الميه. نعم. انا لانه الوقت انا خايفه يمرق، وانا عندي كثير تساؤلات كثير مهمه. انتم عليكم مسؤوليه، المواطنين عليهم مسؤوليه. أكيد. هناك بعض الاخطاء ترتكب من قبل المواطنين انفسهم. نعم. شو هي اهم التوجيهات بنهايه لقائنا بتحب. نعم. توجهها للمواطنين قبل ما يبلش. نعم. فصل الشتاء. ستي احنا صحيح انا شاكر جدا لك على السؤال، يعني احنا جايين على بدايه فصل الشتاء، احنا مشكلتنا باول شتوى بالذات خلينا نكون واضحين انه بتبلش مناهلنا تتسكر. من ايش تتسكر؟ يعني الاخ المواطن اللي قاعد بعمل يحط نقلة البودرة أو نقلة الحصمة يحطها بمكان أو يغطيها بحيث يضمن أنه ما تتوفى المي، وبالتالي السكر منها على منهل رئيسي ولا يعني على مصرف رئيسي. في شغلات خاطئة شفناها وإحنا بننظف بعباراتنا، إحنا من 15-9 بنبلش، أو من 1-9 حتى السنة بلشنا بكير شوية بنبلش ننظف السيول. مثل شو؟ يعني لقينا بلاوي بالعبارات، يعني هذا المنهل ترى اللي قدام محله منهل، اللي قدام بيته منهل، المفروض يحافظ عليه لأنه إذا سكر ترى أكثر واحد بنبلو فيه. يعني هو منهل وليس مكب نفايات. هو منهل وليس مكب نفايات. نفهم هاي الشغلة حتى يعني. أنا كانوا حتى يقولوا لي برضو في أمانة عمان بنلاقي في بسس ميتة وبنلاقي كثير لقينا. طيب. يعني نتمنى إن شاء الله إنه هذا العام يكون عام آمن. آمين. وجيد. آمين. وموسم. آمين. خير يا رب. آمين. آمين. جهدكم مشكور في أمانة الله عمان. يطول عمرك. وأنا شاكر جدا لك وشاكر لها اللقاء اللي وضحنا وجهة نظرنا. شكرا لك. نتمنى كل الخير لكم. شكرا للتوفيق. احنا أعزائنا المشاهدين بعد فاصل قصير جدا نرجع لكم.